السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. ازي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله على سلامة حضرتك وحضرتك. الله يسلمك ويبارك فيك، تفضل ارفع صوتك. اشتقنا إلى حضرتك والله، يعني ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس يا رب. يا رب اللهم آمين. والله الشيخ مصطفى، يعني أنا أطلقت لحيتي من فترة. مبارك عليك، اتبع سنة الرسول. فبلاقي انتقادات كتيرة. اصبر. الناس بتقول لي يعني مش لازم تعمل السنة دي عشان هتجيب لك مشاكل. اثبت اثبت على دينك وعلى سنة رسولك. أقول لك شيء يا أخي. كتيرة ممكن تعملها. اسمعني أقول لك. اللحية. اسمح لي. اتفضل. البنت النصرانية المتبرجة اللي ماشية عريانة، اللي كشف عن فخذيها وكشف عن ذراعيها، دق صليب في يدها. تدق الصليب في يدها، وأنت رجل مسلم أولى بالحق. اشهدوا بأننا مسلمون. اشهدوا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صلاحه وقال إنني من المسلمين. أنا أعلن هويتي، أنا رجل مطيع لله ورسوله، شاء من شاء، أبى من أبى. حتى انا ناوي يا مولانا اتمسك بيها، حتى لو تاثر عليا في شغلي وتاثر عليا. ربي هيعوضك خير. من عرفك ان شغلك في الخير في كل الاحوال؟ يمكن غير شغلك افضل لك. اثبت على دينك، اثبت على كتاب الله وسنه رسول الله، وسيحفظك ربي. جزاك الله يبارك فيك.